قد ما الواحد بده يحكي يمكن عن المصيبة يلي صارت بتركيا والعمل الإرهابي يلي صار، وطال شباب من نخبة الشباب اللبنانية ومنهم أكيد هيكل مسلم الضحية والشهيد يلي نحن حتى اللي ما بنعرفه كان في غصة كتير كبيرة ودمعة يمكن منا شي حد، دموع يلي كانت كتير كبيرة والألم كان كتير كبير بعائلة هيكل. بدنا نقول اكيد الله يرحم ويرحم كل الشهداء ويصبر اهلهم. ب 1 2 3 رح يكون في تحيه ووداع لهيكل مسلم من يعني تحيه لروحه، واكيد شريكه رح يكون موجود معنا وكمان اشخاص عاشوا معه لهيكل وهبه ب 1 2 3. صباح الخير رولا. صباح الخير هبة. صباح الخير لك ولكل المشاهدين، كمان لضيوفي ايضا جون كلود رباط، حضرتك نجم العاب قوى لبناني، وايضا الي اصطفان نجم نجوم كره السله اللبنانيه. رولا، يعني ب 1/1/2017 فقنا، بعدنا منا كثير عارفين، يعني عرفنا صار في عمل ارهابي بتركيا بس كنا بعدنا الاخبار يعني منا كانت كثير واضحه، قد ايه في شهداء لبنانيه، مين هن وقدي عدد الجرحى، كل شيء كان بعده مش واضح. لبعد الظهر بلشت هيك الامور تتوضح اكثر، المصيبه صارت عم تكبر كمان اكثر. اليوم التحيه مش بس لهيكل اكيد، كمان للياس وردينه ولا ريتا الشامي. هيكل هيك يعني اذا فيني اقول يعني كانت الحلقه لإله اكثر لانه هيكل صديق لإلي، وهيكل من العالم يلي عطوا كثير للرياضه اللبنانيه، لحد ما مات هيكل كان عم يعطي للرياضه اللبنانيه. اول شيء الخبر ما كان اذا فينا نقول واضح، شوي شوي صارت الامور اكثر تبين لنا، واخر شيء عرفنا انه هيدا الشاب يلي بعد ما له 6 أشهر مجوز استشهد بتركيا وكان ضحيه هالعمل الارهابي البشع جدا 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 بأول يوم من السنة الجديدة. هيدي الحلقة ما بدي نزعل فيها وما بدي نتضايق فيها، هيدي الحلقة حتكون تحية لروح هيكل مسلم، بدنا نحكي كل شيء إيجابيات عن هيكل، بدنا العالم يلي ما بتعرف هيكل لازم تعرفه بهالحلقة وتحبه أكثر. كرمال هيك معي عالم اليوم هي كثير قريبة كانت لهيكل. جون كلود، أنت من الأشخاص يلي رافقوا هيكل بمسيرته الرياضية، بتعرف يعني بدك تحكي لنا هيكل، غير إنه هلا كان كوتش لياقة بدنية لنادي التضامن وقبلها بنادي الحكمة، هيكل كمان بطل. مزبوط. تخبرنا اكثر شوي عن هيكل، من ايمتى انت بتعرفه وشو شو شو الالقاب يلي محققها هيكل وشو عامل نتائج؟ يعني اول شيء بدي اعزيك اكيد كمان. ثانك يو. انا بعزي اهله وبعزي كل الفيلد الرياضي بلبنان، لانه عن جد خسرنا صاحب، خسرنا كوتش، وخسرنا اشخاص من الكثير قريبين علي. يعني انا برجع انا وهيكل تقريبا 15 سنه لورا. كنا بعدنا كنت بعدني اثليت وهو كمان كان بعده جديد بالفيلد الالعاب القوى. وهيكل كان يعمل 100 متر وكان يعمل لونج جامب، وكان من الاشخاص يلي كثير ديديكيتد للعبه اللي كان عم يعملها. والنتائج اللي حققها، يعني هيكل على 100 متر عامل 1087، بلبنان في 5 أو 6 بس راكدين تحت ال 11 وهو واحد منهم. وانا بتذكر بطولة عرب مشترك معي، وبطولة اسيا سنة 2007 كان بعمان كمان شارك معي، وقت عامل هونيك 1087 كانت هيز بيست ران لإله. كان هي واز فيري اكسايتد يعني بشو عمل كنزل تحت ال 11، لانه هيكل كانت مرة لوحده، كانت الهلب يلي حواليه كثير قليله، بس هو واز باشن ديديكيتد. يعني الكارير يلي عملها هيكل بفتكر شقه لوحده. نعم. ان كان وقتها كان اثليتس، وهلا بعدين وقتها صار كوتش وعمل سنتر تبعه. واذا بتعرفي هيكل بتعرفي قد ايه عنده باشن كان لتشير الاكسبيرينس تبعه والعلاقه يلي مع الاثليتس يلي بيكون معه. هلا هذا الشيء بده يخبرنا اياه، ليه اكثر علاقه مع الرياضه، كيف بيتعامل هيكل؟
This is normal لانه هيك كان اثليت صح سو بيفهم التفاصيل يعني بس نفسر شغله بيفهم كل شيء انه شو عم بحس وشو بده يحس وين بده يوصله وانت وين هلا ولوين بدك توصل اتس ا بيج لوس يعني عن جد بس احكي عن هيكل او بس عرفت الخبريه انا ما استوعبتها وبعدني لهلا يعني بفتره فيج يعني دينايل ما بستوعبها الخبريه يعني تصور كل مع انه انتم اكيد المقربين منه بس حتى كل الناس اللبنانيه ولا حتى الناس اللي سمعت بالخبريه بعدهم ان دينايل يعني بمحال انه حتى نحن كلنا تاثرنا وكلنا بكينا وكلنا ما يقدر يروح عن بالنا هذا الموضوع ولهلا بنقول لا مش مزبوط عاد ما كانت قويه الحادثه فكيف انتم الله يعطيكم القوه والصبر صراحه يعني ثانك يو بالفعل الي انت كمان من الاشخاص يلي بتعرف هيكل وقريب من هيكل خبرنا اكثر هيكل كان كوتش كمان كوتش لك كوتش اللياقه تمرنت معه بدك تخبرنا قد ايه وخبرني اكثر تفاصيل يعني قد ايه ساعدك هيكل وقد ايه استفدت من خبرته يعني اول شيء انا كمان بدي كمان اعزي اهله لانه بتصور وميرا يعني قد ما نحن نتضايق بتصور هن اكثر شيء نحن عم نصلي لهم ونحن ان شاء الله بنحضن يعني شو ما يصير وبدي اعزي الشعب اللبناني وعلى هالفتره يعني السوداء بالعالم اللي عم بيقطع فيها كل العالم ان شاء الله صار لها 5 سنين يعني مثل حرب نوع من الحرب الجديد ان شاء الله توقف لانه السياسيه بتخانقوا بين بعضهم واخر شيء بيطلع عالم مثل ما كنت عم تقولي تحت الهواء العالم الاوادم والمناح بيطلعوا بتطلع براسهم يعني سو ان شاء الله المسؤولين بقى بالعالم وبلبنان يوعوا لانه ما بقى فيهم يعملوا حروباتهم على حساب يعني على حساب الشباب والعالم يعني الاوادم اذا ما نقول هيكل انا بلشت معه تقريبا من شي 7 سنين 8 سنين جان كلود قال شغله وعاد عده مرات الباشن تبع هيكل قال كلمه عده مرات لانه هيكل من العالم اللي كنت شو ما تكوني قاطعه بنهارك او قاطعه بفتره صعبه اذا بتوصلي بتشوفيه هذا انسان عن جد كان يحب الحياه صح. وكان يخلي كل اللي حواليه يحبوا الحياه ويحبوا الشغله اللي بدهم يعملوها يعني هيكل من اكثر العالم اللي انا شاغل معهم باسيوني للسبور كان عم بيعملها في كثير عالم بينقوا شغل اكيد يعني كرمال يجربوا يعملوا مصاري هيكل كان بالسبور وكان يعمل شغلته از كوتش بس لانه كان مغروم بشيء اسمه سبور كان مغروم بشيء اسمه حياه يعني هيكل وين ما تحطيه اذا بدك تروحي تتغدي بدك تروحي تسهري بدك هيدا اكثر زلمه فيه الحياه وانرجي وهي سبريدز هيك ذا لاف اراوند هيم وانفورشنتلي يعني زلمه مثل هيدا هالقد يعني بيزرع سيدز الحب حواليه اجت يعني الكراهيه بين ليتلي بين العالم اخذته منها هلا انت كان ما بدك انه نحكي نضايق العالم انا لا نحن أنا بالعكس انا بس بدي اقول انه هيكل يعني لازم نتعلم نحن كلنا انه نحب الحياه او هيكل باقي فيه بارت كل واحد منا هي تاتش سول ا لوت اوف سولز يعني دق بكثير عالم واكبر بروف يعني مثل ما بشوف انا كل يوم عم بتعرف على حدا جديد بحبه كثير لهيكل انا ما كنت عارف انه انت كمان يعني كنت قريبه منه انا عن جد ولا مره كنت مع هيكل ضايق من حدا او ماشي مره حكي غلط عن حدا انسان اميزنج هلا البارت البروفيشنال هيكل كان يضلوا يفتش على تكنيكس جديده بالهيدا كان من اول الناس اللي بلش يشتغل على النيو تكنيكس للاثليتس اكيد جان كلود بيعرف كيف كان يشتغلنا على يعني على الديفلوبمنت تبعنا بنيو ميثودز دائما بيقرا دائما عنده فيلوسوفي صح غير عن 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 كل عن كل العالم بكل شيء بالحياه وبالسبار دائما عنده رؤيه جديده وبحب زلمه بحب الحياه وبحب كل شيء بيعمله
هذا كل شيء على كل حال مثل ما عم تحكي يعني بكل شيء بيحكي هيكل بيحكي بشغف بحب بالفترة اللي أكثر كمان أنا تعرفت عليها أكثر على هيكل كان بفترة مس فتنس يلي انعرضت على تلفزيون مستقبل خلال الفترة اللي قطعت هيكل من كان يعني عضو لجنة حكم بهالإيفنت هيدا طريقته البروفيشنال حببت اكثر البنات يلي كمان مشتركين كانوا مشتركين معنا فيه يعني ينطروا هيكل شو بده يقول وشو بده يحكي ليروحوا يطبقوا دغري لانه عن جد بيحكي بطريقه كثير بروفيشنال بيعرف شو عم بيحكي يعني دقيق جدا يعني انا مره بتذكره انه تفوت مثلا البنت ليشوف شو بده يعطيها تعليق او اي شيء يقوم هيكل يوقف يطلع مزبوط تفاصيل بجسمه شو لازم تعمل وشو لازم ما بعرف شو كرمال توصل للمطرح اللي لازم توصل له على كل حال خلينا نتذكر كمان شوي هيكل بمس فتنس بهيدا الريبورتاج هيكل مسلم ايضا مدرب لياقه بدنيه وصاحب اي تي بي جيم عن جد بيرفكت بيرفكت جمعت كل شيء يعني جمعت السترينكس الفلكسبيليتي جيمناستكس البول دانس كل شيء بيرفكت بنهي اوكي فاتوا على هالكومبيتيشن ما نجحوا اللي نجحوا فيه اللي هن حالهم اهتموا بحالهم اكثر اشتغلوا على حالهم يعني اتليست هن يعني صح كمان يعني هذا يعني هلا النيو كونسبت اللي هو البرايفت تريننج اللي هو البيرسونالايز تريننج لانه كل انسان عنده هدف معين يعني حتى بالبرنسيب دو لونترينمون في شيء اسمه انديفيدواليزاسيون دو لونترينمون يعني كل انسان عنده بروجرام معين اوكي في عندك كونسبت ندرسه بالجامعات بالكتب بس انه لكل انسان في عنده طريقه تمرين طريقه بالمنتل تريننج هذه الطريقه البروفيشنال اللي كنا عم نحكي فيها قد هيكل كان عن جد حدا برو كمان معي مباشره على الخط روني فهد صباح الخير روني الو بونجور بونجور بدي اقول لك كمان العود بسلامتك انت من الاشخاص يلي جدا مقربين لهيكل مسلم ميرسي الله يسلمك بدي روني هيك شوي تحكي لنا عن هيكل تخبرني هيك اكثر علاقتك فيه تخبرنا القصص هيك الايجابيه بهيكل بشخصيته قد ايه انتوا قراب قد ايه ساعدك كمان هيكل بمطرح بدومينك انت كرياضي صراحة أنا علاقتي مع هيكل فيها شقين، شق يلي هو له علاقة بالرياضة والتمارين كنا نعملها سوا، وشق يلي هو مثل الأصحاب والأخوة اللي كنا كمان نعيش الحياة وكل شيء بيتضمنها برا الرياضة وبرا السبورت. أنا وقت تعرفت على هيكل دغري صار هيك صار عندنا علاقة كثير مميزة بالرياضة أول شيء. وكان من الاشخاص يلي امنوا فيي كثير وساعدني كثير بمسيرتي اني اتحسن من ناحيه اللياقه انا عم بلعب انا عم بكبر بالعمر خاصه لانه مثل ما بتعرف الواحد وقت يكبر بالعمر بصير كثير لازم يحافظ زياده وهيكل كان من مشجعين الاول يلي ضل يعطيني موتيفيشن ضل يعطيني بوزيتيف فيدباكس على التمارين كلها اللي عم بعملها فخلقت انا وياه علاقه كثير منيحه وصار عنا اذا بدك مشاريع صار عنا كثير قصص نعملها برات الرياضه مثل مؤخرا العرس يلي ما قدرت هنا فيه مثل ما لازم مع مدام تميرة وغير من قصص كثير كنا نكون سوا حتى تلاقينا كمان وقت كان على شهر العسل تبعه بروما تلاقينا بدينر كثير كان مميز نحن وياه هون حرقة بقلبي كتير وأكيد مثل كل هالعالم كانوا قراب منه للي بيعرفوا مظبوط نفسيته كيف وكيف بيتعامل مع أصحابه مع الستودنتس اللي عنده بمرنهم ومع الشباب يلي معه بالجيم أو معه بالنادي أو معه وين ما يكونوا هل الانرجي البوزيتيف انرجي اللي عنده اياها الضحك يعني أنا اليوم كل يوم وقت بدي أتذكر هيك أو بدي أصلي له مثلا بتخيل وجهه عم يضحك على طول بتيجي هذه الصورة بوجهي ومن قلبي على طول يعني حرقه يعني شو بدي اقول لك شيء كثير صعب اللي صار بس بنحب على طول نتذكره بالقصص البوزيتيف اللي عنده اياها هيك الواحد بيتمنى انه العالم تتذكره وطيفل
صح. العالم طلع تحكي يعني وين ما نروح وين ما نجي اليوم عن المأساة الكبيرة، بذات الوقت يلي ما بيعرفوا لهيكل نجرب نعرف عليه بهالطريقة يلي عم خبرك فيها هلا، انه شو هالإنسان كان عنده انفلونس على العالم يلي كانت حده، عرفت كيف؟ يعني الواحد قليلة يتلاقى بعالم اليوم عندها زيرو حقد على غيرها، عندها ما عندها ولا مشكلة مع حدا، بالعكس على طول عم بينبش عن كيف بده يعمل الأشخاص اللي حطوا أحسن ويكون مبسوط معه ومبسوط بحياته كلها. صح. روني أنا بدي أتشكرك أكيد، ويعني الحكي اللي عم تحكيه مظبوط، أنا كرمال هيك اليوم هيدي الحلقة، كرمال العالم أكتر تتعرف على هيكل أكتر وتعرف عن جد أنه هالإنسان ما كان إنسان عادي أبدا. بدي أتشكرك وبدي أرجع عزيك مرة جديدة، تانكيو لألك. يعني كمان حأخذ كليب جديد نتذكر هيكل، كمان كان ضيفي هون بعالم الصباح هو وميرا، كانوا اجوا هون كمان على استوديو عالم الصباح وتمرنوا سوا، خلينا كمان نتذكره. ميرا هلا بنا نقاف اجرينا اوكي هيك اكثر بشوي من اكتفيتنا اوكي، بحط ايدي هون بنزل وبطلع، بنعمل هالحركه هلا مشان العضلات الخلفيه من ورا، فينا نحط الميدسين بول هون على الخصر اوكي، بنطلع بخصرنا لفوق وبننزل، بوقف جالس بعمل فشخه لقدام برجع بطلع لورا، بنحرك كمان عضلات المعده، ظهرنا جالس على طول هون نطلع وننزل بحركات منتظمة، فينا كمان نستعمل هيدي البار كمان تقلى 3 كيلو طبعا ميرا 4 مع انه لازم بالعكس اوكي، منحطها هون مننام على ظهرنا اوكي، منرجع لورا منرجع منقرب. يعني كمان انا بدوري بدي اعزي ميرا، ميراي مرت هيكل، ميراي هيك قالت لي يعني انبسطت انه اليوم عاملين هيدي الحلقه، وقالت لي يا ريت حكون اقدر عم بحضر بس اليوم كمان في 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 قداس لروح هيكل. ميرا مصره رولا انه تكفي مطرح هيكل، بدها تنزل على الجيم، بدها تنزل على اي تي بي، هلا كمان حنحكي عنه شوي، بدها تنزل على اي تي بي وبدها تكفي. وكمان هيكل كان عنده حلم وبفتكر كان بلش يشتغل فيه، انه كان كمان بده يعمل جيم جديد ببيروت وتحديدا بمنطقه الاشرفيه، كمان كان حكينا عنه وكان ناطر ليبلش يفتح الجيم وكمان يكون ضيفي هون، بس anyway اي تي بي كمان بيت هيكل انا بعتبره، يعني اتبي بالنسبه لهيكل هذا المحل يلي عايش فيه. في كمان تحيه لإليس لايبي كمان البارتنر تبع هيكل يلي كمان ناوي يكفي على خطى هيكل بعد كمان بهالجيم. خبرونا شوي عن اتبي، شوف شو يعني شو حاطط هيكل قصص اذا فينا نقول متطوره، مين الرياضيين يلي بمرنهم كمان هيكل؟ بعرف عالم واصل للاولمبياد مثل ري باسيل كمان. مزبوط. صح. فكره الاي تي بي هيكل، انا كنت برات لبنان وقتها بلش بالفكره، بفتكر من 2008 يمكن. صح. ايه تقريبا هيك، وأنا من أول أشخاص قلت له الهيكل go for it، يعني كان قبل يشتغل بكذا محل وقلت له no it's time، يعني أنت go it، لأنه عنده his own theory وإذا بده يعمل له application لازم يكون هو مستقل ولوحده ليقدر يعمل application للtraining theory اللي عنده إياها. صح. فقلت له الهيكل لا it's time it's a risk you have to take it و go for it، ومشي فيها ونجح فيها أكيد يعني. وفي كتير أثليت بيتمرنوا معه، في كتير أثليت مثل إلي مثل روني مثل بكذا سبور كمان مش بس بالباسكتبول. صح. قدر يعطي وقدر يوصل عالم لأنه هيكل ما عنده limits بالknowledge، يعني عطول
لازم نتعلم اشياء جديده وما في غير هيك لواحد يتقدم، يعني ما فيك تقول انا بعرف كل شيء وبوقف هون، لا صح. كان على طول انه جي سي شو فينا نعمل اشياء، بدنا نعمل كورس، بدنا نعمل، لانه انا كان عندي كونكشن كثير برا، بقدر اقول له اوكي جو هون جو هون جو هون. وحتى ليتلي يعني هلا قبل ما يسافر هيكل على تركيا في ماي كوتش وماي منتور هيز جيرمان، جبناه على لبنان، عمل وركشوب لا اي تي بي بس عنده بالسنتر، وركشوب عندي بالسنتر لماي ستاف كمان لنطور نطور حالنا، اذا ما طورنا حالنا ما فينا نطور الاثليتس يعني. سو هيدي كانت الفيجن تبعنا وتبع هيكل مشان نقدر نعطي لنعلي مستوى الرياضه بلبنان. وبفتكر لازم الي هلا يكفي على هذا الشغله ما يوقف، مش انه لا وي هاف تو، يعني اكيد هيكل كان بده هيك، ما كان بده انه لا احنا نوقف هون صح يعني، وهيك لازم يعمل الي يعني. اخر كلمه حتكون لك الي، شو هيك شو بتتذكر اكثر كلمه كان يقول لك اياها هيكل مثلا؟ شو كان اكثر شيء ينصحك؟ شو اعمل هيك ما تعمل هيك بتتذكر؟ ليك عن جد اكثر شيء بتذكر وروني قالها بتضحكي على وجهه لهيكل صح، ودايما كيف بيدفش العالم اللي حواليه. يعني روني عم بيقول لك انه هو كان لانه كبر باخر الكاريير تبعه، انا ما في نهار بيشوفني داون ما بده يحمسني، انه كان يعتبر حاله دايما قبل ما يكون عم بيشتغل انه هو المنتر تبعك، انه هو يعني في يكون مثلا بنهار البسيكولوج تبعك، يعني بيقعد بيسمع لك مشاكلك، بيشوف شو شو لازم يعمل لتحس حالك مرتاحه منتلي، بعدين بيشتغل على هيدا. وكان كثير بيعرف يشتغل بالسبيسيفيكس، عم بقول جان كلود اي تي بي اذا بتروح عليه بيشبهه، يعني اذا عنده حدا بده يمرنه بسكي بيعمل له شيء لسكي، اذا حدا كان يعني زلمه باشنت بيحب الحياه وبيحب العالم. هيدا هو هيكل، هيكل رح يضله عايش بيناتنا اكيد. و على كل حال اكيد هلا عم بيسمعنا وعم بيشوفنا، نحن بنحبه كثير اكيد، هو ان شاء الله هلا اكيد بمطرح احسن اكيد من هالمحل اللي نحن عايشين فيه. بدي اتشكركم وبدي اعزيكم مره جديده، بدي اعزي عائله هيكل كمان، بدي اعزي مره جديده مرته والله يرحمه. أنا كمان بدوري بدي أعزي عائلته الكبيرة والصغيرة، وأكيد رسالته رح تدلم كفاية بوجودكم أنتو الشباب، وأكيد إن شاء الله ميرا بتكون تقدر توقف على إجريها بتكفي يلي كان هو عباله يكفي. رح نتوقف مع بريك من بعد عالم الصباح.